اللقاء النهاردة كان للمجلس الاستشاري لجبهة مصر بلدي، وهو مجلس بيضم الشباب، بيضم الخبرات القديمة، هدفه يعني إبداء الرأي في المشاكل والتحديات اللي بتقابل البلد، سواء في مجال الطاقة أو في مجال المياه أو في مجال التشغيل والشباب، زي ما انتوا شفتوا كده، الصرف الصحي، كل المجالات اللي أي رؤى. ودي رسالة بنقدمها لكل المصريين اللي عنده رؤية، عنده رأي، عنده دراسة، عنده بحث في مجال الاستثمار، في مجال أي مجالات تخدم بلده وتتقدم بالبلد الأمام، احنا بنرحب بيه. احنا نبقى حلقة اتصال، وبنتبنى من خلال لجنة بتضم خبراء وخبرات كبيرة، من خلال هذه اللجنة بنقدر نوصل هذا الكلام لصاحب القرار، وبنتابع تنفيذه إن شاء الله.